اهلا ورايا معاكم ام كامل اهو كامل. والنهارده احنا عصابه الفواكه زي ما انتم شايفين يا شباب، محدش فينا فاكهه لحد دلوقتي، لكن حرفيا بضغطه زر واحده على التلاجة دي بنتحول لجميع الفواكه اللي موجوده في اللعبه دي. عندنا جوز الهند، سوداني، بطيخ، دراجون فروت، عندنا كل حاجه موجوده حتى الكوكيز والدونت. فالنهارده يا شباب انا مش لوحدي، انا معايا العصابه بتاعتي سحس الفار وعبدو مندو الكوماندو. يا اهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. هي راح انا مسكت حته يا اسطى، عايز حته ايه؟ انت بتزايا يا ابني انت يا اسطى. من بص بص، اهل حته شايف اللي جنب ايدي من تحت كده عند رجلي. لا هي عايزين تاكلوا كده يلا يا راجل. انا هاخد ربع واحد بص على ربع واحد. لا لا لا، ما حدش ليه دعوه بيا، انا عايز افضل شوكولاته زي ما انا كده. على فكره انا ساح مني شويه بسبب الشاي اللي انا كنت واقف جنبه يا شباب. وبعدين استنى، مش انت بيتزا يا اسطى؟ انت تاكل دلوقتي حالا. تعالى بيتزا يا كلب، تعالى بيتزا يا كلب، تعالى هات البيتزا دي، هات البيتزا دي. ما تسمعش يا سحس، الحقوني، انا افتكرت يا جدعان، الحقوني الحقوني سحس عشان البيضه اتدحرج يا شباب وقع في الارض. فزي ما انتم شايفين في البدايه كده، لازم اعرفكم ان المقطع ده لازم يوصل بعدد حبات الشوكولات 1000 لايكات. يعني ايه يا ام كامل؟ يعني شوفوا انا كام حته شوكولاته فيا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. حلوين 15000 لايك. وعبد المنان ضايف ورايا وشكله ناوي على نيه وحشه. بالله عليك يا عبدو، يعني انا زي اخوك، يعني انا ممكن ادي واحده كده واقوم لافف وراك كده واقوم ضربك كده. لا اصبر، وقع يا شباب. طيب خلونا يلا نغير بقى الفاكهه عشان نبدا لعبه الغميضه النهارده. هنغير الفاكهه بتاعتنا، وزي ما انتم شايفين النهارده بصراحه نويت اكون موزه، لان اصعب تحدي انك تكون موزه في تحدي الفواكه في لعبه روبلوكس. زي ما انتم شايفين انا بقيت الموزه، وطبعا ساس تحول لفراوله، وعبد مندو هيتحول لنوع من انواع الفاكهه، ونبدا لعبه الغميضه بتاعتنا ونشوف مين فينا اللي هيفوز. وعلى فكره احنا النهارده هنكون مع بعض عصابه واحده، والجيم بتاعنا هيبدا بعد 3 2 1. وبسم الله يا شباب، واللي ما عملتش لايك انزل اعمل لايك واشترك في القناه. فينك يا عبدو؟ عبدو مندو اهو، عبدو مندو البرتقان اهو. اهلا اهلا يا مندو، اهلا يا جدعان. انا اللي بشوفكم، انا لا اللي بجيبكم. سحس طلع بيضة، تعالى تعالى انا بيضة يا جدعان. اعمل ايه دلوقتي؟ المشكلة ان انا اكبر حاجة في التاريخ، انا بتقفش بكل سهولة. ايوه اتحجمك عملاق قوي يا اسطى. موزة اعمل ايه؟ اتحولت الموزة في البداية كده وقلت اجرب، ويا ريتني ما جربت يا عم الحاج. اوكي خلينا نطلع. المشكلة ان انت مش ماشي بالطول، انت ماشي بالعرض. اعمل ايه طيب يا عبد؟ انا موزه. الحمد لله يا رجل. خبيت يا اسطى. انت برتقانه برضه حجمك كبير، احنا مختارين حاجات احجامها ما شاء الله. لا انا اتحشرت يا اسطى في حته استخبيت فيها مش عارف اطلع. وانا استخبيت في حته حلوه بس مش باين قوي. باين قوي. عبد لا انا باين قوي يا عبد، عايز استخبى في مكان. تعالى لي انزل فوق قلبه المناديل، انزل فوق قلبه المناديل. ايوه اطلع بقى فوق دي. ايوه ايوه عرفت عرفت مكانك. استنى انزل لك. يلا بسم الله. ازيك يا صاحبي؟ ما ينفعش اخش في اي زاويه من دول. اكيم قطمه يا اسطى. يا عم مالكش دعوه بيا، سيبني في حالي، اللي عمال محشور جنبي. والله اتحشرت يا شباب. على فكره بنتقفش يا عبدو. اوه والله بنتقفش. سحس شغال، سحس عمال يقفش في الناس يا شباب. بالله عليكوا لا لا، اوعى يا عم البرتقانه. انا ما عملتش حاجه لسه اصلا. اوعى يا عم البرتقانه، وسع وسع، خليها تزنق نفس هنا. ايوه تعال خلونا نشوف سحس يا شباب. شوفوا اهو سحس اهو يا عيال، اول واحد جه عليه سحس. شوفوا يا عيال بيضه وبتطلع على اليافطه، بيحاول يطلع على اليافطه مش عارف. ازاي اطلع يا جدعان على اليافطه؟ عبد مندو خدت بالك؟ احنا فوقيك يا سحس، احنا فوقيك على طول يا سحس. او ماي جود، بص يمين كده. بص يمين، احنا عند الاندومي الكوري اللي بالجمبري، هتلاقينا جنب الاندومي الكوري اللي بالجمبري. سيبك من في ازايز عصير لونه اخضر وبرتقاني فوق. انا اخضر، انتوا بتسوحوني يا جدعان. يا عيال اللي ما يعرفش ان سحس يعني ذكي وفي منتهى الذكاء، فهو حرفيا مش قرب مننا، ده هو جنبنا يا شباب، لكن يجيبنا مش هيعرف، يجيبنا مش هيعرف. احنا في رف الازايز اللي جنبك ده. ايوه ايوه ايوه. خش خش جوه، خش جوه، خش جوه، شوف الدخله بتاعتها من غير ما اخش، من غير ما اخش والله، من غير ما اخش. عارف مالها سحس؟ انا الازايز الزرقاء اللي جنبك دي هتلاقي في عيال مستخبى وراها. ماشي يا عم. اوه ايه ده؟ واحد واحد جابنا. يلا لا اتفشنا. واحد واحد قفشنا يا عيال، اتقفشنا اول جيم كده يعني، استغفر الله العظيم يا رب. يعني انا ما قفشتش ولا حد لحد دلوقتي، سحس على الله ان شاء الله. انا فجأة لقيت
اتصايت رمت عليا انا واحد. شوف شوف انا عندي فكره يا شباب، انا بقول ان انا غير الموزه دي لان الموزه دي هتجيبنا ورا يعني. بصراحه احنا محتاجين حاجه صغيره يعني، مثلا نشوف الناس بتلعب بايه صغير ومستخبين فيه. شوف الولد بتاع السوشي ده كويس قوي تمام، والبودا ده لا، في تاني في الدونتس ممكن نتحول للدونتس دي، جميل قوي يا شباب. قول لي مكانهم، قول لي مكانهم. في الدونتس في مكانه، والناجتس، الناجتس حلو قوي. ايه رايك في الناجتس يا عبدو؟ ايه رايك؟ حلو قوي. انا بفكر اصلا اتحول لفراوله او بضايه. ما ينفعش، لازم حاجه تكون كبيره فاهم، فلازم حاجه تكون كبيره. يا ولد في واحد ورا الرف ده مش عارفين يجيبوه، انا مش عارف اطلع اصلا. اوكي ريسس، في ناجتس محشوره هنا. اوكي وسح سوا يا شباب، شوفوا سح مش عارف عنده تسلخات. لسه بيرقص يا عبد عمان، شوف بيرقص. انا شايف بيرقص باليه ده ولا ايه؟ يا ابني اطلع من الجنب الاول، اطلع من الجنب. الله سحس، الله شايف القطه وبيحب القطط يا اسطى. استنى استنى، هو بيحاول يطلع اهو. هل هو مش عارف يمشي ولا عنده اعاقه ده ولا ايه؟ يا عم امشي يا عم، اجري اجري. ايوه ايوه الله الله يا جدو يا جدو. روح في دونتس بقى، في دونتس واقف قاعده في مكانها. دونتس قاعده في مكانها، خدت بالك منها؟ خدت بالك منها؟ خش خش هات، خش هات الدونتس يا سحس، خش اديها واحده كده. ايوه السلام عليكم. اضربها ازاي؟ اضربها ازاي؟ المسها بس. الله عليك يا بطل، يا بطل الابطال يا ابو السحس. حد كتب هنا حاجه، يبقى اكيد في حد هنا. دوس دوس على حرف السي، دوس على حرف السي يمكن يطلع لك حد. امشي من عكيس الشيبس يا نهار بيتك، يخرب احنا معمول قدر نشوف له الناس التانية فين. احنا شايفين اهو بتوع السوشي، اهو في واحد بيتمشى هناك عند رف الاندومي والكورن فليكس، وخلينا نشوف الباقي فين. هو في واحد بيحاول يفتح الباسورد، مش عارف البودا دي عارفه الباسورد ولا لا. مستخبي في حته اللي اسمه كايل ده. اوكي استنى بحاول، قول لي مكانه يا ابني، قول لي مكان. اوكي بحاول اعرف الباسورد يا عيال. واحد واحد، ما تقوليش سبعة. سبعة هو ده الباسورد بتاع الخزنة؟ مستحيل. باسورد الخزنة واحد واحد سبعة. عرفته يا شباب، يا شباب بنستخبى في الخزنة المرة الجاية. يلا بينا يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ام كامل تحول للكوكيز. تعالى محمود إيه؟ يلا يلا فين فين يلا بتاع. انا وانت وعبدو محدش فينا بيض. على هناك على هناك، لا هناك هنا عند الباسورد. أيوة بكتب أيوة لكم أيوة. الباسورد عرفت الباسورد انا يا عيال، ده بيتزحلق كتير قوي ده. يا عيال اسمها ايه دي؟ كب كيك دي ولا ايه اسمها؟ كب كيك صح؟ ايه شفت الزحلقه ازاي؟ شفت الزحلقه ازاي؟ يلا يلا ايوه يلا يلا. يا عيال في كرفس هنا. ايوه عبده منطق. ايوه عبده من هنا. عبده تعالى من هنا، من هنا من هنا. واعملها ان انت تبقى بطيء بطيء عشان تعرف تطلع. ليه ما هي يعني انا حاولت اشغل دماغي يعني بس لغايه ما توصل للحته الكبيره دي تفتح بقى على طول. لازم ابقى بطيء. طب ما هو من غير ما ابقى بطيء. يلا بسم الله يا شباب وصلت. شباب واحد اللي ما عملتش لايك اكتب الباسورد. الباسورد 117 اهو بيكتبه اهو بيكتبه. ايه يا عم الكرفصاه يا عم؟ يلا يا عم البيضه تكتب الباسورد يا عم. يخرب بيته مش هنعرف نطلع. بالراحه بالراحه. كتب فتح. دخلت لك اقفل الدرج عليا يا اسطى. ايه ده انا خدت شبسايه، مش عايز الشبسايه. حد يقفل عليا، حد حد يقفل عليا الدرج يا شباب. اطلع ازاي؟ خش خش يا سحس، خش يا سحس. ايوه سحس موت، سحس موت، سحس موت موت. اتوقع الدرج مش هيقفل بسبب ايه؟ شفت ابو عاد بالدرج قوي انت عارفه الكرب سوات. لا 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 بس انت اساس تعرف تعيش في الدرج عادي يعني. بيكتب باسورد بالاحلى. لا لهوي اساس اتقفش. خلي بالك البيضه جنبك، اطلع بسرعه. بقول لك يا عبد احنا اتقفشنا يا عبد، لو البيضه طلعت احنا اتقفشنا. انت فاهم حاجه؟ ما توقع يا عم الكرفصايه ده، انت راجل معفن يا عم. البيضه واقفه تحت، البيضه واقفه تحت اوعى توقع. طب اقوم انا؟ طيب يعني هو مش عايزنا في يعني. طب اعمل ايه؟ طيب خليها يقفل. ماشي خليه يقفل الباسورد. انا خدت الشيبسيايه. ماشي مش مشكله. شوف شوف سحس، شوف سحس جامد رايح يستخبى فين. شوف يا شباب بيشغل مخ. ايوه الدرج اتقفل عليا. ولا عبدو مندو عبدو اتحشرت جوه. عبدو مندو اتحشر جوه يا شباب، وسحس استخبى في مكان اسطوري ضايس. انا ربنا يستر. انا عايز اعمل كده واقف في كده وانط. انا جوه، حد شايفني؟ اوكي طب انا لو دخلت هنا الله يخرب بيته هيفضحني. يلا بص عليا عند الخزنه بيت الكرفصايه. امشي يا عم محمود يا يا رخم يا جدع. محمود انا جوه الخزنه يا ابني. وشك زار للولا، وشك زار. انا 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 المشكله قاعد في وسط الدونتس وانا كب كيك اصلا. اوكي انا هفتح باسورد الخزنه، اخش اقعد معاك جوه. اشمعنى انا يعني؟ اصبر بس مش عايز اقع. بس وسع يا عم انت اللي اسمك انس. وسع انس. ايوه تعالى عدي من هنا يا مكمل. الباسورد 117
لا يا ولد غلط 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 غلط، مش هتعرف تفتحه كده يا ابني. انا عارف الباسورد. ايوه رونج باسورد. يلا واحد، استنوا هعمل الباسورد انا شاب براس التمبليت بتاعتي. اوكي لا اطلع كده. جوه يا جدعان ليه انت جوه؟ انا عارف، انا هفتح لك دلوقتي. واحد ايوه، لما تخش دوس مسطره هيقفل. واحد ايوه، اخر حاجه في الباسورد. لا اربعه، ايه واحد واحد سبعه. الواد الكرفس عمل نفسه ميت. البيضه جايه. او ماي جاد، اه جاي جاي ناحيتنا والله طالع. وقع 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 وقع، الحمد لله وقع وقع وقع. يلا نجرب تاني. يلا بسم الله. وسع يا عم ستار لايت، انت عايز اكتب الباسورد. ايوه هو شكله حافظه بس شاف يكتبه بسرعه ولا يكتبه. اصبر نشوف. ايوه السلام عليك يا بيضه يا عالمي، يا سلام عليك يا بيضه. ايوه يا بيضه يا بيضه اسطوره، هيفتح الخزنه دلوقتي. هيفتح والله بيفتح. رونج باسورد، رونج باسورد. عبده انت اتحشرت في الخزنه يا عبده. انا محشور يا اسطى ومش عارف اعمل ايه يا اسطى. سحسح هات امك الحقني. امشي بقى يلا بقى، امشي بقى يلا بقى. سحسح والنبي ابعد عني الوضع بقى. الواد ده جاي، لا اكيد مش هيجري ورايا ويسيبكم انتوا وانتوا فوق. ثانيه يا الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. سحسح محمود فين؟ سيد محمود الله يبارك لك. محمود لا شوف الشباك حطانا. محمود ده محمود مش موجود يا اسطى، هو فين؟ محمود يا عم قعد في الكيستا. انا لسه عايل. شوف عبد مندو مستخبي فين بالله عليك. شوف عيل محظوظ، عيل محظوظ. انا قفلت عليه الخزنه ولا عارف اطلع ولا عارف انيل. شوفه قاعد في الدرج جوه. والله يا جدعان مكان اسطوري، مكان رهيب بصراحه. بصراحه يستاهل الفوز يا شباب. 10 ثواني محمد بيقول لك مكمل. يا اهلا يا محمد، يا اهلا وسهلا. اوكي يا شباب اللي مش متابعيني في روبلوكس هتلاقي الحساب بتاعي في روبلوكس اسمه مكمله، مكمل اتش. بسم الله الرحمن الرحيم، قررنا نغير من شخصياتنا بما ان الفواكه بتاعتنا كانت ضعيفه وحجمها كبير وتقيله واتقفشنا بكل سهوله. فخلونا دلوقتي اقول لكم اني بيضه يا عبدو يا ماندو، واحد من الناس اللي هيجري وراكو. يا ترى نعرف نقفش عبدو ماندو وسحس الفار ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت اللي هتدور علينا. ليتس جو. يس والله شاب اتحمست كده. ايوه يا شباب شوفوا مكمل ابو شنب والبيضه جميله. ايه انا عندي السلم يا عيال، انا عايزكم تقعدوا تستخبوا وتدوروا براحتكم. قدامكم دقيقه هقفشكم فيها. في الدقيقه دي يا شباب عايزكم تصلوا على النبي وتذكروا الله تحت في الكومنتات وتعملوا لايك على المقطع ده وتشتركوا في القناه. احنا 4 بيضات على كام واحد؟ على 20 فاكهه لازم نقفشها ونخلص عليها، وال20 فاكهه فيهم 2 صحابنا عبدو مندو وسحس الفار. مين فيهم اللي هيتقفش في الاول يا شباب؟ اتوقعوا تحت في الكومنتات. سحس الفار انا شايفك يا محمود. شايفني انا اخر بيضه على الشمال في القفص الاحمر. انا هتقفش الاخير يا اسطى. اه عبد الله يا بطل انا جاي يا صديقي. اول مره في حياتي اتحول لبيضه، متحمس قوي. انا طول حياتي بيضه بس اول مره اتحول لبيضه. اوكي يلا بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب، فاضل 15 ثانيه بالتمام والكمال. عايز اسال سؤال، استخبيت يا عبدو يا مندو انت وسحس الفار ولا لسه؟ انا خلاص. بص فل الفل. انت يا ابني بس وقعت لي واحد وقعه. ليتس جو. يلا بسم الله. لقد صح البيض المدحرج الام كامل واصحابه يا شباب. ده في واحد اتقفش اول ما نزلنا كده، مش عارف مين ده. في بتنجانه هنا اقسم بالله ما اسيبك في حالك. هي طلعت هنا ازاي؟ اكيد اكيد في بتنجانه يا شباب، شايفين البتنجانه؟ بس انا اكيد طلعت كده. ايوه انا شايف. ولا محمود يلا ماشي تحت اهو. انا بحاول مش هقدر انط. مش هتقدر تنط خلاص. استنى بس بحاول اقفش البتنجانه دي. يا اخي في بتنجانه واقفه في مكان اسطوري، مش عارف اتقفل. طلعت هنا ازاي؟ يلا بسم الله نطلع على الزحليه دي. نط يا ام كامل. لا بلاش تنط عشان تبيض، البيض هيتدحرج. في بطيخه اتقفشت. اوكي انا شايف صحابي طبعا لكن ما اقدرش اشوف الاعداء. اوكي في واحد وقع هنا اسمه لاف مش عارف ايه. اه ده صاحبي برضو تقريبا طلع لحد فوق قفش كده. محمود نط كده ادي نطه. لا يا حبيبي اقع على الزحليه اتزحلق. ها عايز تزحلقني انت؟ ها لا لا هنا بتنجانه. ايوه يا سلام لو انزل اجيبها من هنا. ايه كنت قريب منها يا عيال، شايفينها متعلقه. وقعت 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 بتنجانه قدامي. تعال يا بتنجانه ليتس جو بيبي. وفي واحد هناك اهو، في واحد هناك اهو صح. ده حاجه دي ولا ايه؟ هوت دوج ده ولا ايه؟ خبزه. انا اتحشرت.
انا اتحشرت كنت بجري من واحد واتحشرت. تعال يا خبزه. اوكي قفشت خبزه قفشت خبزه. لا 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 والنبي 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 اتحشرت يا اسطى. لا عبده تقفل شكله. جابني يا اسطى رجلي وقعت يا اسطى في بتاع يا اسطى اتحشرت يا اسطى. اصبر اصبر فينا فينا اسمها ايه فجله. اتوقع الفجله دي بنقفشها. اصبروا. لا الفجله دي اقدر اتحول لها بعد الجيم ملاش لازم قد كده يعني مش شخص مش بلاير دي يا شباب. بس خلونا نحاول ان احنا ايه نط نطه كده. اوكي هي بعيد قوي يا شباب بعيد قوي. طب خلونا ندور على بقيه الناس. فاضل 10 من اصل 20. طب الناس دي يا ترى فين؟ انا اعرف مكان سر هنا يا شباب. يلا بسم الله عليه على السريع. في ناجتس قدامي في ناجتس قدامي في ناجتس عملت نفسها ميته. تعالي يا ناجتس تعالي يا ناجتس تعالي يا خلاص يا خلاص انت بتجري مني كده يا خلاص تعالي تعالى اقول لك بس تعالى اقول لك بس قفشت الناجتس. في حاجه وقعت هناك. ايه ده هما بيسمعوا صوتي لما بقول ميو ميو. استنى استنى في قدامي كرفصايه دي ولا ايه يا عيال؟ ايه ده ايه طلعت فين دي؟ طوع 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 طوع. تعالي بس كده قفشتها يا كمان. شفني سحس انت فين انت ورا صح 100% انت ورا. بس بتقفش يا اسطى. اه سحس الرصه دي اجري يا سحس اجري يا سحس اجري يا سحس من وراك اجري. احاول اوقفه يا ابن الذين اجري اوقفه اوقفه اجري. انا هلف حواليه طول الماتش. بس 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 زي ما انت زي ما انت خلاص هو سابك سابك. انا طيرت سابني ايه ده ورايا ورايا الله يخرب بيته. اوكي خلاص يعني يا ابن الذين. يعني انا قلت سحس مش هتقفش بس يلا اتقفش يا في مكان بقى سري. تعالوا اوريه لكم. اتفرجوا عليا عبده منذ انت وسحس. شوفوا شوفوا المكان ده عشان المكان ده بتاع المره الجايه يعني نستخبى فيه كلنا تمام. شوفوا هنا انتوا شايفين الدنيا عاديه صح لكن هنا في بنك الكاي واقفه هنا. ايوه ايوه وجوه هنا يا شباب انا قفشت اتنين مش واحد اتنين. بس طلعت في جوهر النمل ولا ايه؟ ايوه ده المكان السري بقول لك عليه ده بيطلع عند السلم اللي فوق. ايه ده في حد؟ استنى يا محمود اقول لك في واحد فين يا استنى في حاجه هنا. ايه دي؟ في واحد يا اسطى في المواسير يا اسطى. استنى بس في حاجه هنا يا واد يا عبده شايفها؟ حاجه لازقه في السقف كده. اثبت مكانك ونط هتجيبها. اه استنى شباب احاول معاها. يلا بسم الله. واحد اتنين تلاته. اه والله هي قريبه يا قريبه. تاني تاني تاني. واحد اتنين واحد اتنين تلاته. لا هي هي لمستها انا. تاني تاني اخر مره. يلا ايوه اهي والله اديتها دبل كيك يا شباب. اوكي مش مشكله يلا كمل 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 كمل. شوفوا يا شباب اللي انا رايح له ده مكان سري تالت يعني ممكن الاقي فيه على الاقل اتنين. لو اتنين لعيبه هتلاقيهم مستخبين فيه. المكان ده لازم نستخبى فيه المره الجايه تمام تمام. خلينا نطلع فوق هنا بسم الله. اوكي اوكي حتى انا ضعيف لسه ما تيجي تلعب فاضل 30 ثانيه انا بحاول نلاقي العلب بسرعه. اوكي اطلع 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 فاضل لكم خمسه. هم خمسه ممكن الاقي على الاقل اثنين هنا. ركز معايا ورا الشجره يا اسطى. اقول لك مكانهم ده خمسه كلهم موجودين في مكان واحد. والله يعني مش عندي انا اصلا. لا بص هتلاقيهم متشعلقين بس عاملين حركه كده زباله. يا ولاد الذين والله عرفتها يا شباب. هتلاقيهم مستخبين ورا ال ورا المواسير كده متشعلقين فيها. اه والله صح. ايه ده اللي قدامي ده؟ ايه ده في حاجه هناك كبيره كوكونات. يلا اجري تعالى ورا بيضة هات الكوكونات. اوبا يلا. شباب يعني احنا حاولنا يا شباب. والان مع ام كامل الليمونادة في انا بضع يا جدعان يخرب بيت القرف. لا يا جدعان يا عبد الله تعالى تعالى عندي مكان لك اسطوري يا صاحبي تعالى ورايا. تعالى يلا تعالى اسمع مني. بص بقى الجيم ده بتاعنا. اسمع مني الجيم ده بتاعنا. امشي ورايا بس انت مالكش دعوه. خلينا بس نبقى اسرع حاجه عشان ايه نوصل للمكان بسرعه. تعالى يلا اسرع يا ماندو اسرع. انت شوف البنك الكلب تستخبى تحت الزحليقه دي عايز تحشر نفسها دي ولا ايه؟ بسرعه روح يلا لا جري جري جري. انت ايه انت ايه انت نسيت انت ايه؟ برتقانه. تعالى برتقانه تعالى. بص هتعمل زي اللي انا هعمله ده بالظبط تمام. بص يلا يلا شوف إيه. اطلع كده اطلع 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 كده تمام. هتطلعك لحد فوق. اطلع تاني تاني انا لا هتطلع هتطلع تقلقش وتقوم نطت كده على طول يا ولد على طول. بس لازم توصل للنهايه ما تنطش كده وانت في النص. اطلع مندو ها يعملها مندو ولا ايه؟ يلا يلا مندو يا ولد. الحمد لله الحمد لله. يلا امشي بقى لقدام بس اوعى تقع بره. ها اوعى تقع بره خليها جوه جوه كده جوه جوه. هنستخبى في وسط الزرع ونعمل نفسنا اموات. سحس من البيض بس اللي انت ما تعرفوش. يا لهوي ده الناس كلها هنا. يا لهوي ده الناس كلها هنا. الناس كلها في مزرعه هنا. الناس كلها هنا يا شباب.
اوكي كنت اذا في خندق تحت تنزله؟ لا 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 خندق ايه، احنا الخندق ده اللي بينزلك المكان اللي دخلت منه قبل كده. تعالى احنا هنوصل للاخر هنا، تعالى هتروح اخر اخر الطريق ده. اخر الطريق. تعالى يا بيه انت وهو. لا يا حبيبي، لا البتنجانه اتقفشت يا اسطى. ايوه ايوه، اول واحده اتقفشت البتنجانه، حظها زفت يا شباب. كان يجي هنا فين يا اسطى؟ تعالى خش خش تاني يا عبد لحد الاخر. ايوه انا محشور هنا كده. حلوه يا شباب، ونقوم عاملين وضع الميت، وضع الميت اللي هو ده يا شباب. اصل الناس جايه معايا يا اسطى. ايه ده يا عم؟ يا عم سيبهم يا عم، انا عملت وضع الميت واستخبيت في مكان اسطوري. خلونا نشوف ايش يحصل فور يا شباب. بسم الله. شجره ولا فين؟ لا انا في النهايه خالص في زاويه كده واقف. يلا بسم الله، ايش يحصل يا شباب؟ مش عارف كان طالع يجيب الفجليه ولا ايه، بس قدامه ناس، قدامه دراجون فروت. دراجون فروت، يلا هاتوا يا سحس، هاتوا فاكهه جديده معانا النهارده. هاتوا هاتوا هاتوا. انت شايف سحس من هنا؟ جبت الله عليك يا مستسيح. ايوه اعمل سبكتيت، شوف عليه لازم كتير على اليمين تقدر تشوفه. والله بقيت الناس الشباب مستخبين في اماكن اسطوريه، بس انا دلوقتي شايف بس الناس اللي هم اللي بيقفشوا، اللي هم السيكر تقريبا. بس جبت البتاعه دي. ايه ده بقى اللي انت دلوقتي زباله مستخبي؟ رجاله وصلنا لك اهو يا معلم. لا لا مفيش حد مستخبي جوه هنا. ها في واحد ورا اهو، ولا اساس ورا اهو، بصله هناك اهي، بصله لفتها شفتها. هات البصله دي ولا بتنجانه دي ولا ايه يا ولد، امشي يا عيل. ساس تعمل نفسك ميت ازاي؟ هتلاقي بتاع اسمها راك دول كده تدوس عليها. يلا اوكي خلينا نشوف في واحد تحت جوه بتنجانه ده ولا ايه، ما اعرفش. ساس بيحاول يدخل له، ساس دخل له، ساس ده بتنجانه ده ولا ايه؟ والله ما عارف، دي فكه تكتبوا تحت في الكومنتات. هو ايه ده؟ تينا تين شوكي. ابلع يلا تين شوكي. قفش نص العيال السيم ولح. قفش نص العيال ادي كده ثلاثه. تيجي نرشد له على الناس اللي عندنا؟ بقول لك ايه، انزل الجوه. هو هو هيشوفهم. هو جاي هو جاي. ايوه شايفهم شايفهم على اليمين فوق اهم ناحيه القفص بتاع البيض اللي انت طلعت منه يا بيضه. ايه ده هناك؟ هم فوق اهم، مش ورا القفص، لا جوه عند الجحر بس فوق، فاهم يعني؟ يعني فين يعني؟ هنا جوه يعني. انزل الجحر، انزل الجحر. الواد بيحاول يطلع للدراجون فروت اللي اسمه كوتو. كوتو موتو، كوتو موتو ضد الدراجون فروت، اطلع يا كوتو موتو. طبعا يا شباب احنا لسه مستخبين، وجنبنا في جلايه حمله اسمها اي لاف ادا، اي لاف ادا، وعبده منطو نايم نايم جنبنا اهو، شايفينه؟ وهلا في واحد اسمه عمر مستخبي بره الماب، صح ولا انا غلطان؟ شايفه؟ بقول لك ايه يا اسطى، الواد ده شكله هيجي لنا اصلا. مين سحس؟ ياب ما سحس جاي لنا اصلا، بس عشان يقفش في جلايه يا سحس. ايوه ما تقلقش، واحدة تقلقش والله العظيم، ازعل اقسم بالله ازعل واجيب ناس تزعل. انت جاي تقفش في جلايه. ايوه ايوه زي ما انت كده، طول طول. ايوه هو مش العكس يا عم، سيبه سيبه، ده انت غبي، سيبه. لا ياد مش كده ياد، انها زي ما انت. انت طلع غبي بجد يا عبد الله. هو اصلا كده كده لو بدأ في الطريق من دلوقتي مش هيلحقنا. خلاص يا حبيبي، نط شمال نط شمال يا سحس، نط شمال عند الكرسي، عند شمال عند الكرسي، عند الكرسي يا ابني، نط عند الكرسي. يمين يمين يا ابني، هتعرف كده للطريق مختصر. لا لا يا ود، هينزل يا اسطى الرمله، هيخش الجحر يا اسطى. يا ود يا جاي يا ود، انت جاي يا ود، بعيد يا عم، بعيد بعيد. انتوا عم كده يا عم، تعالى بلاش الاساس، بلاش الهضبك وحط امك اساس. في فجلايه في فجلايه في فجلايه في فجلايه. انا انا ايه ده يا مسكتك انت؟ في فجلايه. معلش يا عم، لا 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 اسف، اهو 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 انا وقفت على الرجوله، برجوله والله. يا اسطى ساب الفجلايه ومسكنا احنا. والله الفجلايه نطت، والله الفجلايه نطت، والله نطت. نطت فين؟ تحت شمال، تحت شمال. طب نط نط. حاضر يا ريس، نط. حاضر يا ريس، اهو اهو. طب دفع علي بقى ونفس. يا كلب يا كلب يا كلب يا كلب، احنا اتفقنا على ايه؟ اتفقنا على ايه؟ اجرام في بدل ايه جاي؟ في بدل ايه جاي؟ في بدل ايه جاي يا سحس والنبي؟ وقفوا وقفوا، اخبطوا يا سحس، اخبطوا يا سحس. اعمل اي حاجه، اعمل اي حاجه، اعمل اي حاجه. روح لط لط لط. ستة خمسة ثلاثة ما يقفشنيش. واحد ليتس جو، يلا ليتس جو، يلا يا عم مبروك اهو يا عم، ما جبتكش عشان الاتفاق. ايزي ايزي بيزي ليمون سكويز يا عزيزي. هو اللي بص شكا صوت المقطع، اتمنى يكون مقطع النهارده عجبكم. بصراحه ما كنتش عايز كده يا عبد، والله بصراحه كنت عايز سياسه، بس نصيبه نصيبه هو اللي بس. هو يا عم
فبس يا شباب متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات وتصلوا على النبي تحت في الكومنتات. ودي كانت فكره مقطع النهارده، لعبه الغميضه بالفواكه مع الشباب، والحمد لله كم واحد فينا فاز. انا فزت وسحس فاز مره بدور القاتل وعبد مندو فاز مره. فبس دي كانت فكره مقطع النهارده، متنسوش تتفرج على اخر فيديو في قنوات الشباب، ومتنسوش اللايك على المقطع ده والاشتراك في القناه وقنواتي على اليوتيوب وحسابات على انستغرام وكمان تيك توك والفيسبوك. وشوفوا مقطع على خير الله وسأ سلام سلوتر يا شباب.